أهلا بكم أيها الرائعون. لعل أصعب معادلة في قانون الجذب هي كيف تشعر بالقناعة من شيء أصلا أنت لا تملكه. فعلا، كيف يمكنك أن تشعر وأنك مقتنع ومكتفي بشيء لا تملكه؟ بمعنى، كيف يمكنك أن تشعر بالوفرة من شيء ينقصك أصلا؟ هذه هي أصعب معادلة في قانون الجذب. نعم، إذا كنت تريد شيئا بالقوة وأنت أصلا لا تملك هذا الشيء، لعلك ببساطة ترسل طاقة حرمان وللأسف تتلقى المزيد. السر يكمن في قدرتك طبعا على ممارسة حياتك بشكل عادي كما لو أن هذا الأمر معك، أو بالأحرى عليك أن تشعر بالوفرة منه، أو أنك تشعر بالاكتفاء من هذا الشيء. وهذه معادلة صعبة جدا، لكن بعض الأشخاص ينجحون في تطبيقها. مثلا، هو يريد مبلغا كبيرا من المال، لكن في قرارة نفسه يتصرف مثل لو أن هذا المال معه الآن، وأكثر من ذلك، بل أنه يتخيل في كل مرة بأن فعلا هذا المال معه، وبالتالي يتصرف تلقائيا كما لو أن هذا الشيء يملكه فعلا. وهذه طبعا ليست في متناول كل الأشخاص، وهنا يكمن سر قانون الجذب. بمعنى، إذا كنت محروما من شيء فعليك أن تشعر ببساطة كما لو أنه معك. بمعنى، كيف يمكنك أن تستطيع أن تشعر بالوفرة من شيء وهو ليس موجود في حياتك؟ إذا كنت تصل إلى هذه المرحلة، لعلك تجاوزت أهم صعوبات قانون الجذب. قانون الجذب يقول لك أنت تجذب ببساطة ما أنت عليه. بمعنى، لو كنت في ميزان طاقي من الوفرة من شيء، فإن هذا الشيء سوف يكبر ويزداد في حياتك. وإذا كنت تشعر دائما بالحرمان منه، للأسف فإنك تعاقب مع كامل الأسف بمزيد من الحرمان منه. لذلك، إذا كنت تريد فعلا أن تطبق قانون الجذب بكل واقعية، عليك أن تكون قويا جدا في هذه المسألة على الخصوص. بمعنى، كيف تستطيع أن تشعر بالوفرة من شيء رغم أنك تفتقد لهذا الشيء؟ حاول طبعا بكل المشاعر والأحاسيس أن تعيش هذه الخطوات الرائعة، وبالتالي حتى ولو لم تكن تملك هذا الشيء فإنك تستطيع دائما أن تشعر نفسك كما لو أنه معك. وهذه هي أسهل طريقة لكي يتجلى بكثرة في حياتك طبعا دائما وأبدا بإذن الله. يوسف حسن، إلى الملتقى.